جزاكم الله خيرا. له فقرة أخرى يسأل عن نصاب الذهب والفضة وما مقدار ذلك في الصاع النبوي بالكيلو. الذهب مقدار نصابه 20 مثقال، 20 مثقال، والفضة 140 مثقال من الفضة. هذا المقدار، هذا هو الأصل في نصاب الذهب والفضة، 20 مثقالا للذهب ومئة وأربعون مثقالا للفضة. ومقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم في 4 حفنات مملوءة من كفي متوسط الخلقة، كل حفنة تسمى مدا، الصاع 4 أمداد أي 4 حفنات. ومقداره بالصاع بالكيلو الآن، داره بالكيلو الآن 3 كيلو تقريبا، 3 كيلو تقريبا. نعم.